Assalamu alaikum wa rahmatullah, azul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Je suis là comme j'espère, je suis là comme frère, Inch'Allah. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo en arabe pour que nous Abdou Sammar, le harki de l'année 21. Donc, nous allons écouter ce qu'il dit, parce qu'il s'est dit 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 ومن اللي راح فرنسا وقبل كان سيدو كان ضحكوت وكان سعيد وتوفيق وربراب وكلش فوكي راهم في الحبس لقى روحو يتيم جاب اب جديد لقى واحد يادوبتيه دوك نسمعوا له ها واش راهو يقول حنا في البارلمون الاوروبي سوتيان الحراك انا الشابلودي هو يصفق كي البارلمون اوروبي يساند الحراك اللي بقى برك ماشي الحراك تاع 22 فبراير نو الحراك تاع برك تاع ولاد فرنسا وي فو سوتنيغ لو حراك الجزائري كنا في الثوره الجزائريه عاون الاتحاد السوفيتي وعبد الناصر اكسيتيرا لو بوا لو سوتي انترناسيونال الى ايدي لا كوز الجزائري جو نو فوا با دو مال كو سي لو بارلمون دوما اوروبيان في اون ريزولوسيون بور سانكسيوني غاي صالح زوج حوايج قال لك في وقت الثورة الاتحاد السوفيتي الرواسة لا روسي وعبد الناصر يسمى والتحالف تاع الاتحاد السوفيتي كان يعاون في الثورة الجزائرية ضد فرنسا وحلفائها تاع اوروبا الامريكان والانجليز وتركيا تاع الناتو اللي كانت بومباردي في الجزائر ثاني وكلش المشكل تاعك يا عبدو سمار اللي راك حابس يا حركي يا بعت روحك بصح هذه ما على بالنا بلي بعت روحك بصح توصل حتى لهذه الدرجه وين راك تبهدل في روحك هذه تقعد في 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 في, في التاريخ تقعد للتاريخ لولادنا ولاد ولادنا ان شاء الله اليوم روسيا والاتحاد السوفيتي كما تسميه وحلفائه مازالوا يعاونوا في الشعب الجزائري ومازالوا يعاونوا في الجيش الوطني الشعبي ومازلنا متحالفين معاه والحركه تاع اليوم مازالت فرنسا واوروبا والانجليز وتركيا وقطر وكلش مازالوا يعاونوا فيه الحرب جامي انتهت جامي خلاصت الحرب ضد الاستعمار الفرنسي والإمبريالية الغربية والناتو وكلش ما زلنا في هذه الحرب ولازم نتخلصوا من هذه الحركة اللي يلعبوها وطنيين كما كانوا يلعبوها الحركة في الوقت هذاك كان يقول لك وهذو ويتعاونهم ويعاونوهم الاتحاد السوفيتي اروحوا مع فرنسا فرنسا هي الحق هي الصح روحوا سمعوا واش كان يقول الباشاغا بوعلم اكبر حركي اللي عرفته الجزائر ولا العالم كامل ما لا يا سي عبدو سمار روح تلعب مع تحكو تاعك اللي راهو في الحبس وقلنا حاجه برك حاجه اللي لازم نعرفوها وكل والجزائريين هم يسقسوني عليها قلبوا لك البريمي ولا ما قلبوا لكش ايا قلنا قلبوا لك ولا ما قلبوا لكش السلام عليكم ورحمه الله ابليتار ان شاء الله je ferai un live et on parlera en français etc السلام عليكم ورحمه الله et à la prochaine ان شاء الله